بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فتح مفاتح القلوب أقفال القلوب وعجزت العقول عن إدراك ذاته وطهت فهم الفحول في أهوال معرفة صفاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإنني أستحل بوافي الشكر والتقدير لفضيلة إمامنا وشيخنا الإمام الأكبر أستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على رعايته ودعمه لهذا البرنامج، برنامج الأسبوع الدعوي الذي يدور حول قضية أو عدة قضايا تلتقي كلها في خدمة بناء الإنسان على مبادرة سيادة الرئيس والدولة المصرية، والذي هذا البرنامج الذي تعقده الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة في مجمع البحوث الإسلامية تحت هذه القبة الطاهرة قبة الأزهر الشريف بإشراف شيخنا صاحب المعالي العالم الجليل أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الدويني وبمباركته وحضوره. ويطيب لي في بدء هذا البرنامج وهذه الفعالية المباركة أن أتقدم بجزيل الشكر والترحاب لشيوخنا فضيلة الإمام المحدث شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء وشيخنا الأستاذ الدكتور الفتاح العواري الأستاذ بجامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وكذلك بالقارئ الجليل الدكتور الشيخ عبد الفتاح الطاهوتي وبالأستاذ حسن الشاذلي وبأساتذتنا جميعا في مجمع البحوث وغيره من الفروع الأزهرية المباركة سعادة الأستاذ الدكتور محمود الهواري وجميع الحضور. وأقول حين أرحب وأستفتح لهذه الجلسة المباركة التي تتناول قضية الوسطية تحت قبة الأزهر الشريف أنه من دواعي وأسس بناء الإنسان العلم والدين، فهما صنوان متكاملان لا يفترقان. والأزهر التقت هذه المركزية تحت قبته ولا يزال ينوي في أركانه صوت العلماء بهذا النداء، التقاء العلم والدين وأنهما متكاملان. فإن كان العلم يدرس خلايا الإنسان ووظائف جسم الإنسان، فإن الدين يخبر بما بعد الموت من مصير الإنسان، وقد عجز العلم عن ذلك وجاء الدين ليفسر ذلك. وتحت هذه القبة المباركة ورثنا سندا متصلا ينتهي ويلتقي في نقطة ابتداء ونهاية عند مركزية الوسطية التي أخذناها في الأزهر الشريف بسند متصل من القرن الأول، حيث الصحابة الكرام وسيدنا الإمام الحسن البصري وسيدنا الإمام مجاهد، وفي القرن الثاني أخذناها عن الأئمة سيدنا الإمام أحمد بن حنبل وسيدنا الإمام البخاري وسيدنا الإمام الشافعي، وفي القرن الثالث أخذناها عن سيدي أبي الحسن الأشعري وسيدي أبي منصور الماتريدي، وفي القرن الرابع أخذناها عن سيدي أبي بكر بن فورك وأخذناها عن سيدي الباقلاني، وفي القرن الخامس أخذناها عن سيدي حجة الإسلام الإمام الغزالي وسيد الإمام الجويني، وفي القرن السادس أخذناها عن سيد الإمام النووي وسيد الإمام العز بن عبد السلام وسيد الإمام الزمخشري، وفي القرن السابع أخذناها عن سيد بن عطاء الله وسيد بن دقيق العين، وفي القرن الثامن أخذناها عن قلعة العقيدة والوسطية سيد الإمام السنوسي وسيد الإمام البلقيني، وفي القرن التاسع أخذناها عن سيد الإمام السيوطي، وفي القرن العاشر أخذناها عن سيد ملا علي القاري، وفي القرن الحادي عشر أخذناها عن سيد الزرقاني، وفي القرن الثاني عشر أخذناها عن سيد الإمام حسن العطار وسيد مرتضى الزبيدي، وفي القرن الثالث عشر أخذناها عن سيد الإمام يوسف الدجلي، وفي القرن الرابع عشر أخذناها عن سيد الإمام الشعراوي كما ذكر الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عند حديثه عن التجديد. وينضم إلى هذه السلسلة بالعنعنة المتصلة شيوخ الأزهر الشريف إلى شيخنا ومولانا الإمام الأكبر
الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وهذه الاستهلالة لها صلة بموضوع قضية اليوم. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا المجلس الكريم وأن يجعل فيه النفع، وأجدد شكري لفضيلة الإمام الأكبر ولأستاذنا الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الطويني وكيل الأزهر، وللأمانة العليا بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الدعوة، وأرحب بكم جميعا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.